بجد ترحيبي بيكو تاني، واكيد وصلت لاخر فقره في فقرات برنامجنا النهارده، فقره سهم وقوس. واللي منورني فيها النهارده كابتن سامي عبد الحليم، لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق 2009. يا كابتن برحب بيك ومنورني، مبسوط وجودك معايا. ده انا اللي برحب بيك، وانا سعيد جدا ان انا على قناه الملكي، اعظم جمهور، اعظم نادي. طبعا انا مبسوط جدا، واتمنى ان انا ما اكونش ضيف تقيل، واتمنى التوفيق طبعا. لا طبعا انا مبسوطه اكتر بوجودك معايا يا كابتن. انا اللي مبسوط جدا. واكيد بما اننا موجودين النهارده مع بعض، عندنا مباراه مهمه امام طلائع الجيش، خاص في الجوله اللي قبل الاخيره. شايف المباراه دي ازاي والمواجهه دي ازاي فنيا من وجهه نظرك هتمشي ازاي؟ انا شايف والله ان يعني مستر جوميز مد الثقه للولاد الصغيرين، وادى فرص كبيره للولاد الصغيرين، و يعني بقدر الامكان بقى ثقه المكسب. اللعيبه لما بتلعب فوق ما بقاش في فرق ما بينها وما بين اللعيب الاساسي والاحتياطي، ودي ميزه الجهاز الفني عاملها للولاد. ما توقعش ان النهارده ان شاء الله ما هتكون النتيجه ايجابيه باذن الله. مكسب لنادي الزمالك ان شاء الله، اتمناها ان شاء الله ان شاء الله. لان مستر جوميز يعني عامل حاله فوق غير طبيعيه، وادى مساحات، فاتمنى ان الولاد يكونوا في احسن حالاتهم. وعندنا ولاد كتير اتمنى انها تاخد فرص، لسه ما خدتش فرص، زي احمد خالد، سمبوك، ايمن امير، في ولاد لسه كمان ما طلعتش من تحت، لسه ما خدتش فرص، زي هاني، ده باك ليفت مميز جدا، لسه انس، في الخضري، في يوسف فرنسي، في مجموعه لعيبه بسم الله ما شاء الله تحت لسه كمان ما طلعتش. فما يستعجلوش الامور، بس لما يجي لهم فرص يبقى هم ان شاء الله قد الفرصه وقد يعني المسؤوليه، قد الفرصه وقد المسؤوليه وقد نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير جدا طبعا طبعا، واكيد اللي بيلعب في نادي الزمالك بيبقى عليه ضغوطات كتير، هو عارفها وعارف الاسم وحجم النادي اللي هو بيلعب فيه، فبيكون متوقع شويه انه هيكون عليه مسؤوليات كتير، ولكن هي فرصه في الاول وفي الاخر، فرصه مهمه وفرصه كبيره ما بتجيش لاي حد. عايز اسالك يا كابتن، النهارده بنسبه كبيره مستر خوسيه جوميز هيريح اللعيبه الكبار وممكن يشرك لعيبه شباب، شايف الخطوه دي ازاي؟ والله والفتره اللي فاتت واعلن حتى اللعيبه اللي اداهم راحه عشان خاطر التلاحم المواسم ببعضها، ودخل مجموعه كبيره بجانب العناصر برضو، عن فيها هتلاقي عناصر فيه خبرات عشان تساعد الولاد. صحيح. دي فرصه كويسه للولاد، اتمنى التوفيق ليهم، اتمنى ان هم يستغلوا الفرصه دي، لان هم يليقوا بان هم يمثلوا نادي الزمالك، ومجموعه عناصر ممتازه جدا في القطاع. القطاع شغال بشكل كويس جدا، القطاع مليء بالمواهب في جميع المراحل السنية، من 2010، 9، 8، 7، 5، مليء بالمواهب، مليء يعني ناس عندها قدرات، بلاعيبة عندها قدرات فعلا تحقق طموحات جمهور نادي الزمالك، إدارته تقدر تجيب بطولات. بس هي القصة كلها في الاستقرار، في الاستمراريه، عشان الفرص دي لما تيجي خلاص يبقى فعلا الولاد يعني عندهم خبرات وعندهم ثقه يقدروا فعلا يحققوا طموحات جمهور نادي الزمالك. طبعا 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 يا كابتن. طيب لو احنا النهارده او لما هيبدا مستر خوسيه جوميز ممكن يبدا من وجهه نظرك بثنائيه زي احمد رفاعي واحمد مجدي، احنا كنا بنتكلم عليهم قبل ما نبدا وقلنا ان هم عناصر مميزه وعناصر هيطلع منها كتير في الفتره اللي جايه، ولا شايف ان ممكن يكون الزناري او حسام عبد المجيد اللي موجودين في المنطقه الدفاعيه؟ والله هو اتمنى ان يبقى فرصه ان حسام يرتاح، حسام حصل عليه ضغوط كتيره وراجع من المنتخب الاولمبي، فاتمنى ان هو يدي مساحه لاحمد مجدي، لرفاعي، مع الزناري، يبقى عنصر الخبره وعنصر الشباب متوفر. الزناري الفتره اللي فاتت برضه ما خدش كتير، كان يقدر يدي، فنتمنى ونتمنى بقى مشاركه مجموعه جديده. اتمنى طبعا، يعني كنت هسالك بالفعل نشوف احمد خالد اللي هو السمبوك، اتمنى يعني شايف ان فيها نسبه كبيره ان هو يشرك لعيبه شباب ما لعبوش في الفترات اللي فاتت، ولا شايف ان هو والله هي فرصه لان جمهور نادي الزمالك بيحب ولاده، فرصه ان جمهور نادي الزمالك يشوف، ما بيبصش على النتيجه بقدر ما يبص على ان فعلا مستقبل النادي، وفي ولاد يقدروا يحملوا الحقيقه. تعرض لانتقادات كتير بسبب كده وهو صمم على قراره يعني. لا هو بصراحه يعني مستر جوميز مدي مساحه كويسه للولاد، واتمنى ان الولاد يبقوا موفقين ويستغلوا الفرصه ان شاء الله. صحيح. طب بما اننا اتكلمنا على احمد رفاعي واحمد مجدي، عايزاك تقول لي كده شايف مستواهم ازاي لغايه دلوقتي مع الفريق؟
لا هم لعيبه كبار جدا، وانا اشتغلت وخاصه مع رفاعي واشتغلت مع احمد مجدي من اللعيبه الكبار جدا، اللعيبه الكويسين الممتازين. هو المساله مساله ثقه ومساله وقت. انما هم يقدروا النهارده خط ظهر الزمالك بخير للامانه، يعني في ولاد كويسين وان شاء الله يرجع الونش. فالامور بالنسبه لنادي الزمالك حتى ما يتكلموا ضائقه ماليه مش ضائقه ماليه، القيد هيفتح القيد مش هيفتح، كل الامور دي انا متوقع ان نادي الزمالك لو استقر على بلان معين من بدايه الموسم ما يبقاش يشتغل فوق مره تحت مره، لا تركيز ان هو طلع عناصر كويسه عناصر شابه مع المجموعه الخبرات اللي موجوده. انا متاكد ان نادي الزمالك مع الاستقرار مع مستر جوميز، انا متاكد مع للامانه مجهود مجلس الاداره والتعب والحاجات اللي بتتحقق النهارده في ظل رئاسه حسين لبيب، ان هم فعلا يعني هنلاقي حاجه كويسه وهنلاقي بطولات لنادي الزمالك ويحققوا طموحات نادي الزمالك. صحيح ان شاء الله يا رب في الفتره القادمه نشوف ده. طيب لو هنتكلم على خط الوسط، تتمنى مين يشارك في خط الوسط خصوصا ان احنا عارفين يعني عبد الله السعيد ودونجا مش هيكونوا بيشاركوا يعني للراحه لانهم برضو اجهدوا بشكل كبير في الفتره اللي فاتت، فتتمنى مين يشارك في خط الوسط؟ انا اتمنى النهارده ان طبعا يعني الولاد الصغيرين يطلعوا زياد وليد، لعيب كويس لعيب مميز من طالع من 2003، محمد عاطف لعيب كويس مع المشاركات ومع ان هو ياخد عدد مباريات معين هيبقوا كويسين جدا. بالنسبه لل طبعا يعني لعيبه تقدر تحقق طموحات نادي الزمالك يعني للامانه يعني يفرقوا مع النادي، واتمنى بس انا اهم حاجه حته الفيرود، انا اتمنى ان انا اشوف احمد خالد يعني وايمن امير، اتمنى متوقع عشرة اتمنى يعني اتمنى ان هم ياخدوا مساحه لان ولاد كويسين جدا. وانا متوقع ان ده هيبقى خليفه مصطفى محمد وهيبقى فيرود نادي الزمالك وفيرود منتخب مصر. يعني نتمنى لهم والله كلهم التوفيق، فعلا هم لعيبه كلها مميزه ولعيبه كلهم عندهم الموهبه فعلا، اكيد محتاجين يشتغلوا على نفسهم اكتر، اكيد محتاجين يظهروا بشكل افضل في الفتره اللي جايه، يبعدوا عن السلبيات وعن الغلطات اللي ممكن اي لاعب طبيعي ما عندوش الخبرات اللي موجوده عند اللعيبه الكبار ممكن وارد ان هو يقع فيها. احنا في الاول وفي الاخر عناصر بشريه فده وارد انه يحصل، ولكن زي ما اتكلمنا انا وانت يا كابتن فرصه كبيره لازم يشتغلوا عليها، لازم يثبتوا نفسهم بأي شكل ويكونوا على قدر من الرجولة في الملعب، ان هم يبذلوا كل جهد عندهم علشان يثبتوا نفسهم وعشان يظهروا كمان بالشكل اللي هم عايزين يظهروا عليه. طيب لو هاخدك بقى على خط الهجوم، احنا كنا على خط الوسط، عايزه بقى اخدك على خط الهجوم، تتمنى مين يكون موجود في خط الهجوم؟ انا زي ما قلت لحضرتك ايمن امير او احمد خالد دول عناصر كويسه جدا وممتازه جدا من 2005 و2006. في كمان احنا عندنا بقى من اللعيبه يعني ناصر منسي وسامسون، طبعا دول خدوا فرصهم ودول معروفين. انت عايز خلاص كله شباب بقى يا كابتن، عناصر الشباب بحيث ان انا اقف على مستواهم حتى لو بيبقى في فرصه بعد كده ان انا اعرض ولادي يطلعوا اعاره يستفادوا. احنا عندنا نموذجين يعني او ثلاث نماذج، احمد محمود عندنا، حسام اشرف عندنا، ماجد هاني اللي طبعا بنتمنى له السلامه وطمنا عليه الحمد لله يعني. فطبعا دول ولاد خدوا خبرات بره ولما يرجعوا هيبقوا اضافه قويه جدا للفريق الاول بالنسبه لنادي الزمالك، سواء في نص الملعب ماجد هاني او حسام اشرف او في خط الدفاع احمد محمود، عناصر كلها ممتازه ولعبت موسم كامل في الدوري الممتاز يعني حاجه بصراحه يعني. وفعلا يعني بس الميزه لما هم بيطلعوا بره ان ما بيبقاش فيه النهارده، لان جمهور نادي الزمالك ما بيقبلش بالتعادل. صحيح. مش هيقبل بالخساره، ما بيقبلش بالتعادل. صحيح. فده بيبقى ضغوط على الولاد الصغيرين، بيبقوا مستعجلين الامور، بيبقى هو اللي عايز يباصي وهو اللي عايز يشوط وهو اللي عايز يجيب الجون. فدي بتمثل ضغط عبء نفسي عليه كبير، فهو بيبقى مستعجل الامور ما بيديهوش اريحيه، لانها بتبقى ممكن النهارده الفرصه موجوده ما تبقاش فيها استمراريه، فبيبقى عايز يستغل الفرصه، فدي برضه بتمثل لود عليه. بس صحيح. لازم اللعيب يبقى عنده ثقه ويقدر يلعب الريتم بتاع. انت يا كابتن دربت كمان بعض من اللعيبه الناشئين اللي احنا بنشوفهم النهارده، صحيح؟ نعم. دربت حضرتك بعض من اللعيبه الناشئين او معظم اللعيبه الناشئين تقريبا حضرتك دربتهم؟ اشتغلت معاهم معظمهم، منهم ايشو منهم احمد رفاعي، مجموعه كلها الحمد لله اشتغلنا معاهم، لعيبه مستقبل لنادي الزمالك ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
هم دول مستقبل نادي الزمالك. بس انا زي ما بقول لحضرتك القصه كلها ان جمهور نادي الزمالك عايز لعيبه، عايز صفقات. انما لو الفتره اللي فاتت دي كان جاهزه اكتر او عندها جاهزه اكتر وعندها الخبرات، لان مش هيصبروا على حد، لان نادي الزمالك عايز بطولات. يبقى صحيح. يعني تبقى بدل ما انا بجيب 10 صفقات او بجيب 12 صفقه، لا اجيب 8 صفقات او 6 صفقات سوبر بجانب الخبرات اللي تبقى موجوده متوفره مع المجموعه القديمه، مع احمد السيد زيزو، مع المجموعه القديمه اللي عندها خبرات كابتن شيكا. خلاص كل الحاجات دي مع العناصر الشابه هيبقى عندي تيم يقدر ينافس على جميع البطولات. صحيح، دي حقيقه فعلا يا كابتن، يعني انا معاك فيها. ولكن احنا عندنا كمان في الجوله الاخيره عندنا مباراه الداخليه، مباراة الداخلية البلدية، أنا أسف، شايف في المباراة دي هيكون برضو في فرصة أكبر لإشراك اللعيبة الشباب، وشايف إن دي تكون بقى فرصة كبيرة وفرصة أخيرة ليهم إن هم يظهروا نفسهم ويثبتوا نفسهم قبل الموسم الجديد إن شاء الله؟ هي دي يعني دي فرص جات لهم طبعا في الفترة الأخيرة، ومستر جوميز اداهم المساحة دي، أو ظروف الدوري بمعنى أصح والبعد عن المنافسة اوجد المساحه دي، ودي جت حاجه ايجابيه ان انا اشوف ولادي واشوف ولاد النادي، اشوف القطاع. الحمد لله القطاع مليء بالمواهب، ان فعلا تقدر تمثل نادي الزمالك وتقدر الفتره اللي جايه تبقى سبورت للفريق الاول والدعم الفريق الاول في ظل المشاكل اللي الاداره استلمتها والامور الماديه الكبيره اللي ارهقت خزينه نادي الزمالك. فطبعا كل الشكر والتقدير ليهم كمجلس اداره، المجهود الغير طبيعي اللي بيتعمل وتطوير قطاع الناشئين وتطوير الفريق الاول والتدعيم وتسديد المديونيات الكبيره على نادي الزمالك فتره طبعا صعبه جدا. فالولاد دول كافلين ان هم الفتره اللي جايه دي ان هم فعلا يبقوا نواه لفريق قوي بطل يقدر يحصد كل البطولات في نادي الزمالك. دي حقيقه طبعا يا كابتن. طيب يعني عايز اعرف راي حضرتك كده، مستر خوسيه جوميز شفت القرار اللي خده باشراك اللاعبين، شفت الانتقادات اللي جات له، شايف لو كان مستر خوسيه جوميز ده مدرب مصري كان هيقدر انه ياخد قرار زي ده ويكمل عليه رغم الانتقادات الكتير اللي جات له، ولا كان ممكن انه يكمل باللعيبه الكبار علشان ما يجازفش انه يخسر بطولات او يخسر مباريات او يخسر نقاط زي ما شفنا؟ طبعا زي ما شفنا الانتقادات الكتير اللي جات لمستر خوسيه جوميز، لكنه كان مصر على قراره وقال هذه الفرصه للعيبه الشباب ان هم يظهروا ودي فرصه مش هتيجي كتير. شفت لو هو كان مدرب تاني كان ممكن ياخد نفس القرار؟ لا ما اعتقدش، كان هيخاف، كان هيخاف من الجمهور، كان هيخاف على اسم نادي الزمالك. انما القرار اللي مستر جوزيه خده يعني للامانه انا معاه فيه، ودي فرصة كويسة طبعا، لان احنا طبعا القطاع والعمل الكبير اللي بيتعمل في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ممكن حضرتك على مدار الفترة الاخيرة دي لو انت بتقارني نادي الزمالك بفرق كبيرة تانية حتى لو بالبطل المنافس تمام، هتلاقي نادي الزمالك اكتر فريق بيطلع لعيبة ناجحة في الدوري المصري. صحيح. من قطاع الناشئين في نادي الزمالك. صحيح. وهتلاقي الفترة اللي فاتت دي هتلاقي لعيبة فوق ولعيبة متوزعة على الأندية التانية بكثرة أكتر من أي نادي تاني، ده دليل نجاح قطاع الناشئين بنادي الزمالك. هي القصة زي ما بقول لحضرتك الصبر على ولاد النادي، لو صبرنا موسم موسمين بالكتير هتحصدي أكبر عدد من البطولات خلال أقل حاجة 7-8 سنين. إنما للأسف إحنا ما عندنا الثبات، بيع اشتري خلاص، بيع اشتري غير، ده مش مستوى نادي الزمالك. لا، المفروض ان لجنه الكوره اللي قايمه او الجهاز الفني وخاصه زي مستر جوميز ان هو بدا الموسم قدر يحط ايده على نقاط القوه والضعف واحتياجات الفريق والتدعيمات اللي هو محتاجها وحاجه تليق بجمهور نادي الزمالك وطموحات نادي الزمالك، فما تجيبش اي لاعب زي ما حصل الفتره اللي فاتت. دلوقتي انت بتتحاسب من بدايه الموسم، عارف احتياجاتك ايه، عارف طموحات نادي الزمالك ايه، عارف اللعيب اللي انت هتجيبه ويلعب في نادي الزمالك، اللعيب المساك نفسه في اختياراتك ليه لعيب هداف. صحيح. يعني لعيب يطلع يجيب جون، لعيب يمنع يجيب جون، لعيب يقدر يعمل بناء للهجمه، لعيب يعني شامل من حارس المرمى لحد المهاجم، البديل اللي بره ما يقلش كفاءه عنه. يعني انا النهارده يحصل لي ظرف، يحصل لي طرد، يحصل لي اصابه للاعب زي احمد زيزو مؤثر، زي مصطفى شلبي مؤثر، زي الونش مؤثر، لا يبقى البديل اللي موجود على قدر عالي من الكفاءه كان مفيش بديل، كان ده هو ده هو البديل خلاص ده المفروض هو الخيار الفريق الوحيد. الفريق البطل، الفريق البطل لازم على الاقل في كل مكان
ثلاثة لعيبة يقدروا فعلا ما يبقاش في فرق. صحيح. وارد لان انت بتلعب على اكتر من بطولة، دوري، كاس، كونفدرالية، خلاص بطولة عربية ممكن تيجي مشاركة فيها، خلاص ده طموح نادي الزمالك ما ياخدش واحد من أربعة، ما ياخدش اتنين من أقل حاجة ثلاثة من أربعة. صحيح. لو في أربع بطولات يبقى في ثلاثة من أربعة. طبعا يا كابتن. طب رأيك يا كابتن إيه المراكز اللي لازم فيها تدعيمات؟ طبعا المهاجم ده أساسي، وحراسة المرمى يمكن عندنا الحمد لله دلوقتي في مجموعة يعني. صحيح. بس لسه محتاجين إن احنا حد يعني عنده خبرة أكبر شوية، خبرات أطلع. مع الكابتن محمد صبحي، وطبعا موجود الكابتن محمد عوض، معرفش إيه هل مجدد مش مجدد، وأتمنى إن كل واحد فعلا اللي بيقول إنه بيحب نادي الزمالك يضحي. ما تقولش مثلا عقدي أو تقارن نفسك بحد. أنت خدت لما نادي الزمالك بيبقى فيه فلوس بيقدر ولاده كويس جدا، إنما النهاردة في ظل ان مثلا في ضوائق ماليه، في مديونيات، لازم اي لعيب النهارده يضحي لو فعلا بيحب النادي، لو بيحب النادي طبعا. زي لعيبه كتيره طبعا بتحب نادي الزمالك وبتضحي، وشفنا كتير، وشفنا جدا كتير. شفنا طبعا امثله كتير، أمثلة شفنا امثله كتير بتوقع بدون الرجوع لاي حاجه وبيستنى التقدير طبعا. ونادي الزمالك لما الامور بتمشي بيقدر، بيعوض. العقد بيبقى معمول بمليون بيتغير. صحيح. لانه نادي الزمالك، ودي ميزه في نادي الزمالك، بيحب ولاده جدا. ما بيضحيش بيهم خلاص، حتى فهم لما المستوى بيقل او بينزل او اصابه نادي الزمالك ما بيضحيش. صحيح. ده نادي الزمالك يمكن بقى عيب، لان الكوره النهارده ملهاش قلب خلاص. لا، بيكرم ولاده اكتر ما بيكرم اي حد، وده كمان ده ايه، ده ميزه جمهوره، جمهوره نفسه ما بيستغناش على اللعيبه، عطاؤه قل لا عشان عارف ان تاريخه السابق لا يكرمه على حساب نادي الزمالك. طبعا. ودي ميزه مش عيب، بس طبعا المفروض ان نادي الزمالك اهم، لانها بقت ارقام، بقت بطولات، بقت عدد من البطولات لازم نادي الزمالك يحصل عليها. فلازم الفتره اللي جايه دي فعلا بمنتهى الامانه الكل فعلا بيشتغل لمصلحه نادي الزمالك. طبعا. كل ينسى نفسه. نتمنى نشوف ده والله يا كابتن. نتمنى ده فعلا، ده فعلا رجاء خاص او طلب، ويعني من اللعيبه نفسها اللي هي الحلقه الاكبر في المنظومه، ان هي فعلا تشتغل لنادي الزمالك. صحيح. واي حاجه بعد كده نادي الزمالك حقق لهم طموحاتهم سواء الماديه او المعنويه. النهارده لو حضرتك هتشوفي برامج القناه كلها بتقدم تاريخ، ده تاريخ، انت بتسطر لنفسك تاريخ. صحيح. كم بطوله، كم مشاركه، كم هدف، كل الحاجات دي لازم تبقى على قدام عين اي لاعب النهارده بيلعب لنادي الزمالك. طبعا الحقيقه بنتمنى نشوف ده، وبنتمنى نشوف اللعيبه قلبها شويه على النادي اللي زي ما حضرتك بتقول يعني عوضهم كتير واداهم كتير، ونتمنى نشوف في الفتره اللي جايه نحس بمسؤوليه اكبر تجاه النادي ده، ونشوف اللعيبه فعلا قلبها على النادي وعندهم احساس بالمسؤوليه كبير تجاه النادي بتاعهم. ولكن عايز اسال حضرتك على كاس مصر وعلى قرار مشاركتنا في كاس مصر. احنا طبعا اتكلمنا على انه ما عندناش اي مشكله في البطوله، ولكن المشكله في المواعيد المحدده في البطوله، لان في تلاحم كبير من المباريات، تلاحم في المواسم، ما فيش وقت ابدا ان اللعيبه يكون عندها راحه. في حاله ان احنا قررنا نلعب المباريات دي، شايف ان انت هتؤيد القرار ولا هتكون ضد القرار؟ لا، انا اؤيد القرار ان احنا نكمل، ان احنا ما خدناش بطوله الدوري، يبقى على الاقل ان نادي الزمالك اقل حاجه ترضي جمهوره ان احنا ناخد بطوله الكاس. وده اقل واجب لنادي الزمالك انه ما يطلعش السنه دي طلعنا بالكونفدراليه، لا، بطوله الكاس لازم ان شاء الله. نتمنى ان في مقترح كمان يا كابتن ان احنا نلعب بالناشئين، مفيش اي مشكله، الناشئين قادرين. حتى لو انا ما خدتش البطوله انا استفدت من المشاركه، ان انا اديت خبرات لاولادي، حتى لو اللي مش هيكمل هيطلع اعاره يرجع لي تاني، انا مستفيد بكل المقاييس. انما حته ان نادي الزمالك يطلع من البطوله انا ضد نادي الزمالك. نادي الزمالك يمثل يلعب في اي بطوله باي لعيبه من ولاده، احنا مستفيدين. صحيح. طب لو حضرتك كنت مكان خوسيه جوميز، ازاي هتتعامل مع ده تدريجيا، وهتتعامل ازاي مع اللعيبه وتجهزهم بدنيا وفنيا ازاي للتلاحم ده وللضغط ده من المباريات؟ ان معظم اللعيبه ان هم اساسا دلوقتي الاستشفاء والاجهزه واحترافيته، هو قادر ان هو يرجع نفسه، ويعني يكفي الباور الكبير اللي بيجي من جمهور نادي الزمالك، اللي خي اقل لعيب نفسه يبقى حريص ان هو يرضي جمهور نادي الزمالك، اللي يعني تحت اي ظرف من الظروف، في بطوله ما فيش بطوله، بيساند لعيبته وبيساند ادارته. عاشق انا، ما يعني جمهور نادي الزمالك ده يعني لازم
في كل تفكيري وانا نايم وانا قاعد وانا ما فيش حاجه تاخد من تركيزي صحيح. غير ان انا ارضي جمهور نادي الزمالك. صحيح صحيح. طب عايز اتكلم معاك يا كابتن برضو على فريقك 2009، عايز اعرف الاستعدادات ازاي بتتم في الفتره دي، وعايز اعرف مين من الفريق بتاعك شايف انه في الفتره اللي جايه هتالق بشكل كبير او عن عناصر متالقه بالفعل في الفريق. في الفرقه بتاعت نادي الزمالك 2009 كانوا الحمد لله كانوا بينافسوا السنه اللي فاتت بشكل كبير على الدوري. ودي الاستعدادات كمان يا كابتن على الشاشه معانا اهي، دي مجموعه عناصر طبعا. السنه دي احنا بادئين الموسم مع الكابتن بدر حامد رئيس القطاع، والكابتن حازم امام، والكابتن ابراهيم صلاح، والكابتن طبعا عماد المندوه. يعني بجانب كوكبه من في مجهود كبير مبذول الحقيقه، باين واضح من الاداره الدعم عن طريق الكابتن حسين السيد، والدعم من الاداره ككل. جهازي طبعا اللي انا بتشرف ان انا بشتغل معاه، الكابتن معتز محروس، الكابتن وليد، الدكتور مصطفى، مخططين الاحمال الكابتن جورجي والكابتن مصطفى والكابتن معتز عشان ما انساش حد. حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني بجانب ولادي بقى اللي هم الاساس، اللي هم اساس العنصر كله النجاح. معايا مجموعه كبيره كويسه جدا، معايا مالك من المجموعه اللي تم اختيارها في منتخب 2009، حارس مرمى، معايا ياسين، معايا هشام، معايا في ولد جه جديد جون لسه داخل جديد، معايا طبعا احمد ابراهيم، معايا لملوم. دول اول ثلاثه راحوا المعسكر امبارح والحمد لله اطمنا عليهم، كابتن حسين عبد اللطيف اشاد بيهم. فغير المجموعه الكبيره طبعا احمد صفوت حاجه ما شاء يعني الله. يعني الحقيقه 2009 فيها 12 لاعب في المنتخب. معايا عزت عشان ما ننساش حد، كل واحد يعني لا كلهم الحقيقه عناصر مميزه واحنا عارفين يعني 12 لاعب. طبعا طبعا الحقيقه لعيبه مميزه وفريق مميز جدا، وعندنا في قطاع الناشئين يعني فرق كتير قوي مميزه. اتكلمنا على 2008 و2009 و2005 و2006، عندنا عناصر مميزه جدا. والحقيقه كابتن في مجهود كبير باين طبعا، واكيد بنشكرك عليه، وبنشكر كمان كابتن بدر حامد. ولكن انا بشكرك جدا لوجودك معايا النهارده، حضرتك نورتني وكلام كله كان مفيد، واكيد في لقاءات اخرى مع بعض يعني يا كابتن. ده انا اتشرف واتشرفت بحضرتك، ويا رب تكون سنه سعيده على نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك واداره نادي الزمالك وقطاع الناشئين. وشكرا يا فندم لحضرتك. بشكرك جدا، شكرا لحضرتك. شكرا. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. كان منورني كابتن سامي عبد الحليم، لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق 2009. طبعا بنشكره لوجوده معانا، وبنتمنى كل التوفيق لكل الفرق الرياضيه داخل نادي الزمالك، والنهارده كمان لفريق كره القدم الاول في طبعا مواجهته في الجولة اللي قبل الأخيرة. إن شاء الله يحصدوا الثلاث نقاط، وتكون يعني مباراة سعيدة وفوز سعيد على كل الزملكاوية إن شاء الله. أشوفكم في حلقة جديدة من نهاركم.